وفقا للغة التي يعتمدها الطيارون، فإن نحو 8800 ساعة طيران أمضاها الأسطول الجوي الروسي حتى الآن في سماء سوريا منذ انطلاق عملياته العسكرية قبل عام. ووفقا لإحصائيات الحرب فإن 10000 قتيل هي حصيلة هذه العمليات التي أخذت في الأيام الماضية منحا تصعيديا أقل ما يقال عنه أنه خطير. وأكثر ما يؤشر إليه أن دخول المستنقع السوري أسهل بكثير من الخروج منه. عام كامل على التدخل الروسي العسكري المباشر في سوريا، عام من نار وقصف وغارات بلا هوادة، ربما كانت حلب أهم شاهد عليها، لكن ذلك لا يعني أن مناطق سوريا الأخرى كانت بمنأى عن مخالب الدب الروسي. المبرر كان تصدي للإرهابيين، والجميع في حلب وإدلب بالنسبة لموسكو إرهابيون، ضحايا باتوا أرقاما في إحصائيات بعد أن كانوا يعمرون مدنا سويت بالأرض. فوفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان قتل أكثر من 10000 سوري منذ بدء التدخل الروسي، من بينهم 3800 مدني، ومن بين هؤلاء أكثر من 900 دون 18. أرقام لا تضع في مكانها في الخانات الدولية التي تبحث عن المصالح لا عن وقف المأساة. فالحديث الروسي المستمر عن تفاهمات سياسية صعبة مع الغرب والرغبة الأمريكية بإنجاز سريع يخرج أوباما من البيت الأبيض بقليل من ماء الوجه، والأطماع الإيرانية والتركية في الأرض العربية كلها تحدث على وقع مأساة أكبر وأخطر ربما يكون لها صفحات في كتب التاريخ وليس في الضمير العالمي. ننتقل الآن إلى واشنطن لمتابعة جانب من الإيجاز الصحفي اليومي للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر، الذي يتحدث عن موسكو ودورها في سوريا. لا تزال مستمرة، ولكن تعرفون موقفنا. أعرف بأن الروس طبعا كانوا يتحدثون أيضا مع الإعلام، ولكن أعتقد بأن الوزير كيري قد استثمر كما نعلم كثيرا العديد من الجهود، جهودا كبيرة في المسار الدبلوماسي، وهناك خيارات أخرى تحدثنا عنها هنا، العديد منها ليست جيدة. وقبل أن إذا نغلق باب الحوار تماما، علينا أن نتفهم ونضمن، وعلى روسيا أن تتفهم أيضا كل ما هو على المحك هنا. لقد قلت بأن موقفكم واضح، أعتقد بأن موقفكم كان واضحا قبل يومين بأنكم ستعلقون هذا الحوار ما لم تكن هناك تحرك عاجل، وكانت هناك 48 ساعة ولم يحدث أي شيء. كيف تستطيع أن تقول لنا إن موقفكم واضح وموقفكم غير واضح بالنسبة ليس فقط لي ولكن حتى للروس؟ لقد قلتم ذلك التهديد، وقلتم أن عليهم أن يفعلوا هذا، والآن لم تفعلوا أي شيء. أنا هنا لا أود أن أدخل أو أذكر المفاوضات، ما حدث في المفاوضات الدبلوماسية. هذه كانت محادثات عبر الهاتف بين الوزيرين، لا أستطيع أن أقول ما عرضه الروس أو نحن لم نصل بعد. هل أنت تقول، هل تقول بأن هناك بعض المؤشرات من روسيا بأن الأمل لم يتلاشى بعد وبأنهم يستطيعون أن يقوموا بشيء ملموس بخصوص هذا التهديد الذي قلتموه؟ مرة أخرى أترك هذا كما قلت لما قلته سابقا، بأننا سنواصل محادثاتنا مع روسيا بين طبعا الوزيرين كيري ولافروف، وهما لحد الساعة لم يصل إلى النقطة التي ليس هناك سبب لإكمال مسيرتنا. أنا الآن أتحدث عن كيري فيما يخص المفاوضات الأخرى والمحادثات الأخرى، أظن بأنه ليس هناك أي مغزى من محادثات أخرى. أنا لا أريد فقط أن أدخل في التفاصيل هنا،
أود فقط أن أقول بأننا لم نصل بعد إلى تلك النقطة، ربما خلال ساعات، ربما خلال أيام، ولكن لم نصل إلى تلك النقطة بعد. ليس لدي أي قول آخر هنا. إذا لم تكن واضحا. مارك، بالأمس الوزير كيري قال بأننا لن ننسحب من محادثات السلام حتى لا نظهر كأننا متواطئون، استعمل هذه الكلمة، وذلك بالضغط على الروس حتى يفعلوا ما يتوجب عليهم فعله. هل هم لا يزالون يفعلون ما يفعلونه الآن؟ هناك عدة نقاط أود أن أذكرها. الأول هو، أو النقطة الأولى هي، بأننا لسنا عميا عما يفعله الروس، والوزير كيري قد ذكر ذلك بغضب بما يحدث الآن فيما يخص حلب، مدينة حلب. وهو كما قال مرات عدة بأن ذلك فظيع، وبأنه انتهاك واضح لمعايير والمبادئ والأخلاق الإنسانية والقوانين الإنسانية. أعتقد بأن حينما تنظر إلى ما حدث، وكنا قد قلنا ذلك مرارا، يظهر طبعا بأنه من المستحيل أن نؤمن بالمسار الدبلوماسي. لا أستطيع أن أقول تماما بأننا كما قلت قد وصلنا إلى نقطة لا عودة، ولكن نحن على مقربة منها. نعم، إذن كان هذا جانبا من الإفادة الصحفية اليومية للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر. يبدو أن هناك في العلاقات مع موسكو تطور جديد، لكنه غير واضح لدرجة أن مارك تونر يعني يجد صعوبة في وصف بعض الجمل والكلمات حول مستقبل التعاون مع موسكو، طالبا المزيد من الوقت من الصحفيين الذين يشددون يريدون أن يعرفوا ما هو مستقبل هذا الحوار حول سوريا بين الدولتين. ونبقى في ملفنا. إذن معنا من اسطنبول عضو الائتلاف الوطني السوري أحمد رمضان. أهلا وسهلا بك يا سيد أحمد رمضان. كنا نستمع الآن لآخر ما وصل إليه هذا الحوار الروسي الأمريكي، ونحن الآن نتحدث بعد عام من التدخل الروسي في سوريا. نعلم أن روسيا ما كان لتتدخل في سوريا لولا ضوء أخضر أمريكي على الأقل في هذا الإطار. وعندما اصطدمت الأمور بين الدولتين وبدأ كل منهما يهدد، وواشنطن تقول لن نتعاون مع موسكو، موسكو تقول واشنطن لا تتعاون معنا، نجد بعض الإشارات الآن بأن موسكو تراجعت قليلا، تقول مستعدون للتعاون مع موسكو مع واشنطن في هذا الإطار. ما برأيك، ما هو حدود النفوذ الروسي في سوريا بعد عام كامل، خصوصا وأنه مربوط على ما يبدو حتى الآن يعني ضوء أخضر أمريكي؟ مساء الخير لك سيد يوسف وللمشاهدين الكرام. فعليا يعني شيء مؤسف أن نستغرق عاما كاملا لكي ندرك النوايا الروسية الفعلية في سوريا، ولكي يقع هذا العدد الكبير من الضحايا وبينهم أطفال ونساء، وهذا الحجم الهائل أيضا من التدمير للبنى التحتية ولمقومات الحياة في حلب وغيرها من المدن السورية، لكي تتضح فعليا نوايا روسيا. الآن أستطيع أن أقول رغم محاولات التراجع الجزئية أو المناورة الروسية بعد الضغط الأمريكي الواسع، ما يؤكد أو يعطي تفسيرا لموقف موسكو هو ثلاثة جوانب تقع الآن فعلا على الميدان. أولا الاستمرار في القصف الشديد، بنك الأهداف الذي حددته موسكو لم ينتهي، وهي تواصل قصفه واستهدافه في حلب تحديدا، ويشمل ذلك مؤسسات سبق لروسيا أن حصلت على إحداثياتها من الأمم المتحدة بزعم أنها تريد حمايتها من عمليات القصف، الآن هي تقوم بقصفها، ويشمل ذلك مدارس ومستشفيات وبعض المؤسسات الخدمية، وأيضا تزويد النظام بالذخيرة والسلاح وجزء منه أسلحة متطورة. والنقطة الثالثة وهي المهمة، أنها بالتزامن مع الحديث أو الحوار مع واشنطن، هناك الآن أعلن في موسكو اليوم عن أسراب من طائرات سوخوي 24 وسوخوي 34 التي أرسلت لسوريا، وهناك تحضيرات لإرسال
طائرات سوخوي 25 التي تعتبر الأكثر تطورا الآن في سلاح الجو الروسي. إذن هناك تحضيرات لعمل كبير الحرب وليس لتهدئة. لكن إذا بقينا في حصاد هذا العام، يعني عندما تدخلت موسكو، المعارضة السورية قالت أن هذا التدخل هو لإنقاذ نظام الرئيس بشار الأسد لأن المعارضة كانت متقدمة جدا في العديد من المناطق. بعد عام الآن، البعض كان يتوقع أن تستمر موسكو في حلب حتى لو لم تتعاون معها واشنطن طالما أنها قادرة على الحسم على الأرض، لكن هناك تراجع وتفضيل للتفاهم. الدور الروسي هنا هل جاء لمساندة الأسد ليبقى فقط من أجل التفاوض أم للحسم برأيك؟ يعني هم عندما جاءوا قالوا نحن جئنا من أجل محاربة الإرهاب. حصاد موسكو الآن بعد سنة في محاربة الإرهاب أعتقد أنه يعني يقترب من الصفر. هم لم يفعلوا شيئا على الإطلاق إلا إذا كنا اعتبرنا أنهم فعلا دافعوا عن الإرهاب أو منحوا الإرهاب فرصة أخرى لكي ينتشر في سوريا. لكن حصادهم أيضا عسكريا هو حصاد الجريمة وليس حصاد يحقق فعليا على المستوى الميداني إنجازات يمكن اعتبارها بأنها إنجازات حقيقية. هل هم فعليا مكنوا بشار الأسد؟ أعتقد أن بشار الأسد ما زال بنفس مستوى الضعف. قراره السياسي أصبح مرهونا لموسكو وطهران ليس بحوزته. على المستوى الميداني فقد النظام الكثير من كوادره البشرية ومقاتليه بما في ذلك نخبة من الضباط الذين يمثلون حاضن النظام. وأيضا النظام لم يتمدد على الأرض فعليا. النظام لا يملك إلا نسبة ضئيلة على المستوى على مستوى النسبة. ربما أخالفك في الرأي هنا بعض التوقعات. يعني الآن مناطق كثيرة استعادها النظام، حتى حلب الآن يعني لم تعد مقسمة، محاصرة للطرف الشرقي، محاولات لربما حسم المعركة هناك في عدة مدن يعني سوريا، حتى في يعني الريف اللاذقية في تراجع. يعني في على الأرض خطوات بسبب الغطاء الجوي الروسي. لكن ما أريد أن أسأل، ما الورقة التي بيد واشنطن التي يفضل الروسي التفاهم عليها والتفاوض عليها بدل الحسم طالما أنه يستدعي المزيد من الطائرات؟ هل لا يستطيع الروسي الحسم في سوريا؟ يعني دعني أصحح في النهاية في البداية النقطة الأخيرة التي طرحت فيما يتعلق بالنسب. نحن نصدر أسبوعيا نسب حول سيطرة كل جهة في سوريا على الأرض. نسبة النظام في تراجع لأنه في الوقت الذي حقق فيه تقدم في حلب هذه المناطق سبق أن خسرها يعني خلال هذه الأشهر الأخيرة، وهو يخسر الآن في حماة. لكن فيما يتعلق بموضوع الضغط الأمريكي، حددت الولايات المتحدة قرابة 15 خيارا الآن تستطيع أن تضغط فيها على موسكو وعلى النظام، منها قضية المناطق الآمنة، دعم الجيش السوري الحر أو السماح بدعمه بالسلاح النوعي، استهداف مطارات النظام، ضرب الميليشيات التي تشارك مع النظام، شل قدرة النظام على التحرك في المناطق بين المناطق. وهناك أمثلة كثيرة أيضا تتعلق بالتضييق على النظام في مجال فرض العقوبات، إبعاده أيضا من الأمم المتحدة، وهي للأسف أوراق يعني موجودة الآن ولكن الولايات المتحدة لا تسمح باستخدامها اعتقادا منها بأن هناك إمكانية للتحرك بالملف السياسي. طيب واقع الحال كما استمعنا إلى المتحدث الآن قال أننا نقترب من النهاية الآن فيما يتعلق بهذه يعني القضية. إذن نحن أمام خيارات مفتوحة. هو يفاوض، يقول أنه أمامنا ساعات ربما أيام قليلة للعودة للحوار، لكن أيضا الخارجية والأمريكية تقول بأنه صعب العودة الآن للمفاوضات يعني بالنظر لما يجري على الأرض. برأيك أمريكا إذن لماذا أعطت الضوء الأخضر لتدخل روسي عسكري في سوريا طالما أنها تعلم نوايا روسيا وستصل معها إلى هذه النقطة؟ من زاوية أمريكية برأيك ما كان الدور الروسي في سوريا خلال هذا العام؟ ما الذي كان مطلوبا من روسيا طالما أن أمريكا ما زالت تفضل الحوار مع روسيا على الصدام؟ كان مطلوبا منها من وجهة النظر الأمريكية أن تحل محل إيران، تمسك بقرار النظام، ثم تقود النظام إلى الجانب السياسي إلى المفاوضات. لكن واقع الحال وظفت موسكو النظام
والإمكانات الأخرى المتاحة للميليشيات الإيرانية لصالحها ولصالح الدخول في عملية مقايضة سياسية أوسع من سوريا، كما استمعنا إلى المتحدثين الروس في الآونة الأخيرة، وبالتالي وصلت الأمور إلى عقدة النهاية، ولم تستطع لا موسكو ولا الولايات المتحدة تجاوز هذه العقدة في الآونة الأخيرة. وأعتقد أن موسكو الآن تتحدث مع واشنطن ليس عن سوريا، عن قضايا أخرى تستخدم الورقة السورية في سبيلها، وهذا يعقد الموضوع ويجعل الأمور أيضا لا يمكن أن تذهب باتجاه الحل السياسي في الوقت القريب. شكرا جزيلا لك عضو الائتلاف الوطني السوري أحمد رمضان، حدثنا من اسطنبول. الآن وقبل طي هذا الملف نستعرض مع سامي أهم الأسلحة التي استخدمتها موسكو في عملياتها على مدى العام المنقضي. سامي، الكثير من الأسلحة، وحتى بوتين قال بأنها يعني يمكن أن يعتبر ما يحدث في سوريا تدريبات عسكرية. هي حقل تجارب بلا شك يوسف. الجيش الروسي استخدم خلال حربه في سوريا وعلى مدى عام كامل أسلحة فتاكة، أهمها سونتسي بيوك الشمس الحارقة. تطلق هذه المنظومة قذائف صاروخية حارقة من عيار 220 ملليمتر، تستطيع إصابة أهداف على بعد 6000 متر برقعة إصابة تصل إلى 2000 متر مربع. منظومة كاليبر الصاروخية تطلق صواريخها من على سفن أسطول بحر قزوين والغواصات، وتتمتع بخاصية الإصابة الدقيقة للأهداف بدقة لا تتعدى 3 أمتار. أيضا سوخوي 34 هي مقاتلة وقاذفة حديثة مشتقة من السو 27، تتمركز في القاعدة العسكرية في اللاذقية. هناك مروحيات 124 التي تحتوي على صواريخ موجهة وغير موجهة ومدفع عيار 30 ملليمتر، وتستطيع التحليق بسرعة 300 كيلومتر في الساعة والصعود إلى الارتفاع إلى 4500 متر. طائرات إليوشين ال20 هي طائرات استطلاع توفر الأهداف للمقاتلات وتنطلق من إيران إلى مطار اللاذقية. هناك القاذفة توبوليف 3M22T بعيدة المدى، تقلع من قاعدة همدان في إيران، ويصنفها الناتو بأنها المنصة الخلفية T22M3. أيضا هناك غواصة روستوف النووية المتمركزة في البحر المتوسط، والتي تطلق صواريخ كاليبر الموجهة المعروفة عالميا بصواريخ كروز. إذن كما قلنا بأنها حقل تجارب الآن أصبحت سوريا، والكل يجرب هذه الأسلحة مع الأسف، وبالتحديد موسكو التي تستعرض أسلحتها الجديدة. شكرا جزيلا لك سامي.